نرمين، رح ننتقل لأولى فقراتنا لليوم. ربما يفاجئك طفلك بقصة محبوكة الأحداث عن قيام صديقه بضربه أثناء الدوام الرسمي وينفعل أثناء سرد أحداث أكذوبته، فيما تنفعل أنت مما فعله الصديق. عندما تقرر استكشاف الأمر تجد أنه لم يحدث إطلاقا. نيرمين، صحيح سالي، مواقف بتمر كثير على الأمهات وخاصة بالأعمار أو بالفترات صح. الأولى، وكل الأهالي بيحاولوا يغرسوا معاني الصدق عند أطفالهم. بدنا نتأكد هل صحيح ممكن الأطفال يكذبوا؟ هذا الجواب بجاوبنا عليه المختصين بهذا المجال، وأكيد بيساعدنا نرحب برائدة عسكر وحضرتك رئيس دائرة التعليم الأساسي في تربية ريف دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يسعد صباح كل متابعينا، ويسعد صباح قائدنا أكيد بشار حافظ الأسد. أكيد أستاذة يعني رائدة، كنا عم نحكي هيك معك نحن بالمقدمة عن الأطفال بشكل عام، عن الأطفال كيف بس يبلشوا المدرسة بيكونوا هيك صاير معهم شي قصة، بيجوا بيخترعوا للأهل قصص، يعني ممكن مو بس عن رفيقه، ممكن عن أستاذه، والله اليوم أنستي خانقتني قدام الطلاب، ضربتني على ايدي، هدول القصص، وممكن يكونوا من محض خياله. فينا نحكي هيك بشكل عام شو اسباب هذا الموضوع بيكون؟ هلا بدايه رح نعرف معنى الكذب. تمام. الكذب هو ان يقول الطفل كلام غير واقعي مع معرفته التامه بان هذا الكلام غير صحيح. هلا الغرض من الكذب عند الطفل بيكون نوعين، يا اما بيكون بغرض المنفعه الخاصه، نعم، يا اما الجانب الثاني تجنب العقاب. وكلما ازداد الكذب تجذر في نفسه، هون بقى بتكون ضرورة متابعة الأهل، بالإضافة بالتواصل مع المدرسة والمحيط من رفقاته من بيئته. صحيح. طيب خلينا نعرف من حضرتك شو مبررات الكذب اليوم لتكون دائما الأطفال معروفين إنه هن بريئين ما بيكذبوا دائما، إذا بدنا نعرف الحقيقة وبدنا نعرف معلومة دائما نروح نسأل الطفل شو صار، شو المبررات اليوم بتخلي الطفل يكذب؟ هلا أكيد في عنا عدة مبررات وأسباب للكذب، في عنا أول بند هو جلب الانتباه. هلا الطفل احيانا بيلاحظ انه امه مشغوله عنه، بيكون باختراع بسن الاربع سنين او ثلاث سنين اختراع شيء من الخيال ما نو موجود بالواقع، مشان يكون محط اهتمامها للام. ممكن يكون من البيئه، نحن تصرفاتنا تصرفات الام اخواته. صح. ممكن انه يكتسب الكذب او من المدرسه، ممكن يكون عنده هو بالاساس استعداد للكذب. بتلاقي في عنا اطفال شخصيتهم مختلفه عن، بتلاقي انه بنحكي مثلا انه والله ما شاء الله هذا الطفل مثلا من ثلاث سنين او اربع سنين لباقته، انطلاقه لسانه، هي بتكون في دافع انه يكون عنده حنكه بانه يسرد ويعطيك كذبه من الخيال. نعم. ممكن تكون كمان الخوف من العقاب، لما الطفل بده يشعر انه هو بده يتعاقب، او بدنا نحكي اذا بدنا نحكي انه الاكبر من الطفل انه التلميذ مثلا بيلجا للكذب مشان ما يتعاقب من قبل اهله. تمام. بالاضافه الى انه دائما كمان في نوع من الانواع انه بدي يحسن دائما صورته. صحيح صحيح، يعني هون انت عم تحكي استاذه رائده عن ردات الفعل يلي بيعملها الطفل، ممكن تكون هي انعكاس للبيت يلي هو قاعد فيه ايضا، ويمكن ايضا في نقطه كثير هامه اشرتي عليها هي العقاب، الخوف من العقاب. هون قديش دور الاهل بهذا الموضوع انه لا انت احكي الحقيقه بخف عقابك، يعني بيقولوا مثل ما بيقولوا الصدق دائما هو الانجاء او طريق النجاه، قد ايه مهم دور الاهل هون بهذا الموضوع يعني ليتجنبوا الخيال الواسع اللي رح يكون. هلا اكيد مثل ما حكينا احد الاساسيات هي البيئه، لما الام تصرفات الام او الاب او الاخوه بتعتمد على الكذب رح ينشأ الطفل في بيئه فيها كذب، لانه الكذب هو ليس فطري بل مكتسب. تمام. لما الام مثلا بنعطيكي امثله من الواقع، لما بيتصل احد مثلا جيرانها او زملائها ماما قال له انا ماني هون، هي بدايه كذبه، هي بتعتبرها كذبه بسيطه. صحيح. بس من هون بتبلش معنا.
بقى هون رعايه الاسره يعيش بجو بيركز كثير على الصدق على الامانه، بالاضافه لدور المدرسه، المدرسه ما بدنا نغيبها، تواصل المدرسه مع الاسره. بهالعمر هذا الطفل بحب يقلد معلمته ورفقاته، فلذلك هون كمان لازم نركز على موضوع غرس دائما القيم الاخلاقيه الصحيحه. تماما، يعني بدنا نحكي كمان عن ردات الفعل للاهل. كثير بنشوف اهل ممكن الطفل سرد بخياله، كذب كذبه ضحكنا عليها. فخلينا نحكي اليوم قديش هي ردات الفعل كمان عم تغرس قيم هي للاسف سلبيه بدون ما نقصد عند الطفل، وكيف لازم تواجه الام او الاب او حتى الاخوات الكذبه، يعني لازم يكونوا صارمين، لازم لا يعني مثلا يمرقوا الموقف، ولا لازم مثلا يكون بين بين، كيف لازم يتعاملوا مع هالموضوع؟ هون بتختلف المرحلة العمرية. هلا انت كيف بدك تتعاملي مع طفل عمره 3 سنين 4 سنين؟ تختلف تماما مرحلة عمرية بتبلش مثلا بداية المدرسة من 5 سنين 6 سنين 7 سنين. هون بتيجي دور الام. نحن بنلاحظ مثل ما حكيتي حضرتك انه بعمر 3 سنين 4 سنين اي موقف بيعمله الطفل بناخده 100% بالضحك، صح. هيك يعني ما بنوقف عليه انه نوجهه، نعتبره انه بسيط. وهون ما بيكون فيها الخطوره، بس ببلش بعمر 5 6 سنين هون هون الخطوره الاكبر. نلتجئ لانه نوجهه بطريقه غير مباشره، يعني ممكن اسرد له قصه او حادثه مع رفقاتنا او جيراننا او كذا، ياخذ العبره منها بدون ما احسسه انا انه هو ما حكى لي اياها، وساعدته بانه يكذب تماماً علي. تماما. استاذه رائده، في حال الطفل لجا الى الكذب، وخلينا انت تكوني ام او مدرسه، شو طريقه التعامل؟ هل طريقه التعامل معه انه انت كذاب، او ممكن نصدقه؟ يعني يا عم نصدقه على الاخير ومنروح مثلا على المدرسه، الا لمعلمته شلون بتضربي ابني، وكثير هيدي الحالات معروفه. بتقعد المعلمه بدها تبرر للام انه انا ما ضربته، فهون بتوقع، هون بصير مثل انه كمان بوقع الام بخجل، يعني انه والله راحت هي على المدرسه كرمال انه ابنها لاجئ للكذب. هون كيف فينا نتعامل؟ هلا هون المعاملة بتختلف بين ببيئة أسرية متعلمة، بتختلف تماما عن أم ما أنا متابعة. لأنه نحن نلاحظ بوقتنا الحالي عم بيكون مواقع التواصل الاجتماعي، ضغط العمل، الأم بعيدة عن طفلها. بقى هون لازم توجه الأم من خلال طريقة، هلا إذا كانت قريبة منه بتلاحظ من خلال حكيه إنه هون أنا طفلي، هي ممكن أتواصل مع المرشدة النفسية، ممكن أتواصل مع المعلمة، ممكن أنا حاكي لرفيقه أو حاكي لأخوه إنه هو مو جايب علامة كويسة. أنا هون ما بيجي بقول له أنت مانك جايب علامة، أنت شو عملت اليوم، بضغط عليه. أنا بقول له والله الأستاذ عم بيقول، أنا شفته اليوم بالصدفة عم بيقول إنك أنت مو جايب علامة منيحة، شو الحل حتى نحسن العلامة؟ أنا هون بعدته إنه يحاول إنه يخفي عني أو يكذب بهذا الموضوع. تمام. في كمان مصطلح عندنا كثير شائع هو الكذب البيضة. فخلينا نحكي كمان، هي صحيح كمان نتعامل فيها مع الطفل أو نقبل له إياها كمبرر الكذبة البيضة؟ وقديش اليوم برأيك، أو هل هو خطير لما نتعامل مع الطفل إنه يلا هي كذبة بيضة، أو حتى الأهل بينهم وبين بعضهم إنه يكذبوا بس يبرروا تحت مسمى الكذبة البيضة؟ لا، أنا يعني بظن إنه هذا الموضوع الكذب كذب، يعني ما في أبيض وأسود، ما في أبيض و بس عندنا كثير مثل ما قالت نيرين، في شيء اسمه أبيض، يعني كذب. الكذب إيه تمام، الكذبة البيضة مثل إنه أكلت سندويشتك، ايه اكلته هو ما بيكون اكله، فهون يمكن ما بيأدي لشغلات ثانيه. ايه طبعا، هلا نحن هي بتحسيها يعني هي شغله بسيطه، يعني عن الضرر هون انه ما الضرر بيكون هلا إيه ممكن يكسر كاسه مثلا، يقول لك انه يعني يقول لك انه اخي اللي كسر الكاسه. تمام. هون هل ما في هالضرر، بس التراكمات بصير عنده الطفل الكذب مكتسب، وهون صار في صعوبه مره على مره، صار في عنده بيئه حاضنه للكذب. نعم. خلينا نحكي حسب الفئة العمرية اليوم، كيف لازم نتعامل مع الطفل؟ نحن قلنا الطفل بال3 سنوات أو 4 سنوات غير ال10 غير بال14، كيف ممكن نتعامل عند مع مسألة الكذب معه؟ وهل في خطورة معينة بدرجة الكذب ممكن تكون؟ هون الأهل لازم يكون في طريقة أكثر حازمة أو أكثر جدية بالتعامل مع هذا الموضوع.
طبعا احنا من العمر 3 سنين ل4 سنين مثل ما حكينا هو ما بيميز بين الواقع والخيال، مثل ما حكيت انه الكذبه بدها تكون بسيطه. هون ممكن انا عباره عن غنايه، عباره عن سرد له قصه، انا هون بحسسه انه لو انه صدق انه افضل من انه كذب. اما بالعمر اللي صار فيه دوام بالمدرسه وكبرت البيئه، صار أكبر. رفقاته، مدرسته، هون الدور بده يكبر وبده يكون في متابعه، ودائما الام تعطي لطفلها الثقه، الثقه ضروريه جدا، لانه اذا هالطفل هذا انا شو ما حكى انا يا اما بدي كذبه انا، هون بده تكون في عنده رده فعل نفسيه. بصير بده يفكر كيف بده يتحايل دائما انه ليهرب من العقاب. انا بلتجئ للعقاب اخر مرحله، ممكن مثل ما حكينا اليوم بالاجتماع الاسره قال له لابوه مثلا لاخواته انه صاير معه كذا، بتكون توجيه يعني بشكل غير مباشر، يعني بوضح له انا كيف انه كيف لازم يتعامل. بيجي هو لحاله مثلا بيقول ايه صح كذا، انا نسيت اقول لك ماما او كذا، ايه ماما دير بالك المره الثانيه او كذا. العقاب بنلتجئ له ممكن يكون مثلا حرمان مصروف، ممكن مثلا مشوار. ايضا المعلمه دائما نعود مثلا المعلمه هي قدوه، انا مثلا اليوم جاب 10 انت لك مكافاه، هون بجوز المعلمة من ضغط عدد الطلاب تنسى انه هون كمان هي المراحل هي مهمة. انا لما بدي اوعده بشيء بدي نفذ حتى اكون انا قدوة له صادقة. يعني هون فينا نقول انه الطفل هو خلينا نقول الخام او الارض اللي الاهل هن بيزرعوا فيها، ومثل ما بيزرعوا الاهل بينبت بهيدي الارض. هون معناتها نحن اي شيء او اي فعل يصدر عن الطفل يسال عنه الاهل، لانه بالنهايه هو ابن بيته، ابن بيئته. فقديش مهم كمان تواكب الام احيانا كل شيء حديث، التربيه الحديثه، تشوف هي شو نقاط الضعف اللي عند طفلها، ما تحاول مثلا، ممكن حكيتي كلمه كثير مهمه استاذه رائده، انه تكذب هي قدامه او تورجيه انه هذا الامر عادي، يعني اسلوب حياه، يعني في كثير بتتبعوا اسلوب حياه، مثل ما قلتي احيانا بدق التليفون ايه انا ماني هون، لا تقول لجارتنا شو اكلنا، لا تقول شو عملنا، فهون قديش الاهل لازم يديروا بالهم هي النقطه. هي اكيد، يعني مثل ما حكينا الام ما بدنا نحن نخفي دور الاب، بس الام كونه هي المباشر بحياتي مع الطفل هي اللي بتكسبه العادات الصحيحه. ومنخاف نحن بسن المراهقه انه الكذب بعدين يؤدي للغش، للسرقه، هي الامور هون الام بدها تكون واعيه اكثر وبدها تعرف كيف تتعامل مع سن المراهقه. نعم، خلينا نحكي كونه حضرتك عم تتحدثي كيف ممكن نحن نتعامل مع سن المراهق، خلينا نحكي تقنيات الحوار اليوم اللي لازم يتبعوها الاهل او حتى المعلمين مع الطفل او حتى مع المراهق ليعرفوا دوافع الكذب، قديش مهم نحن مو بس نعاقب او حتى يعني نوجه كلام معين لهذا الشخص يلي غلط بموضوع الكذب، قديش لازم يكون في تقنيات اليوم لحتى اعرف شو دوافع الكذب، وخلينا نعرف دوافع الخوف اليوم من العقاب قديش هي كمان بتاثر سلبا وبتزيد معدل الكذب عند الاطفال. اكيد مثل ما حكينا انه احد الاسباب ممكن تكون الغيره، بيغار من احد رفقاته، ممكن انه يكذب كذب ادعائي يقول انه هو اللي تصرف هذا التصرف، هو بالاساس غيرته من رفيقه او غيرته من اخوه. ممكن كمان المرشده الاجتماعيه والنفسيه تفيدنا بهيك حاله كثير، بنلاحظ في اطفال كثير وتلاميذ بهربوا من الواقع، ممكن يسردوا لك قصة انه هو مثلا ابن فلان او هو عنده ألعاب معينة او عنده ثياب معينة او كذا، هون بيكون في دور المرشدة النفسية والاجتماعية. صحيح. يعني بالملخص انا بعتقد انه ما في دور للأسرة لحال، عبارة عن مجموعة تواصل جهود متضافرة، لبناء مجتمع صحيح.
استاذة رائدة، وهون بنقول احيانا يمكن نرمين، ما بعرف اذا هيك بتوافقوني الرأي، اكبر عقاب للطفل هو انه الام تزعل منه لانه يكون متعلق فيها كثير، فيعني يا ريت تحرمه ولا تزعل منه او تبطل تحكي معه. معلومات جدا مهمة افتينا فيها لليوم استاذة رائدة عسكر، ان شاء الله يا رب هيك كل الامهات والاباء ايضا مثل ما قلتي ما بنغفل دورهم يكونوا استفادوا منها. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، شكرا لكم، شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها.